بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات ظريفه جدا وسهله خالص. هنعمل اول وصفه مسقعه بالبشاميل، حلوه جدا في الشتاء كده. تعملي طاجن بايركس مسقعه بالبشاميل، سهله جدا جدا ولذيذه قوي. الوصفه الثانيه هنعمل كيك موز. كيك الموز برضو، الموز عندنا في البيت موجود في كل حته. هتهرسي لك موزتين كده مع شويه مقادير بسيطه، تعملي كيك موز كده حلو للولاد ياكلوه. واخر وصفه هنعمل مشروب الهوت شوكليت، برضو يعني مطلوب جدا، ويعني مش قادره اقول لكم في الشتاء كل واحد كده ياخد له مج ظريف. وبالهنا والشفا يا رب الحلقه تعجبكم. هنقول مقادير المسقعه بالبشاميل اللي هي سهله جدا جدا، ما فيهاش ابدا اي حاجه، وهتخلصي الغداء اوام اوام. معايا كيلو من البتنجان او اكتر، ممكن 2 كيلو مثلا حسب بقى ما انت بتجيبي والصينيه اللي انت هتستخدميها. البتنجان مش هقشره، بنقطعه حلقات وبشويه في معلقتين زيت كده على الجريل او حتى على الطاسه او حتى في الفرن. احنا هنا شويينه فطري خلاص ومستوي كويس من غير ما يبقى شارب كميه زيت، فتبقى المسقعه تقيله تفطس الواحد كده، تبقى الاكل واقف على قلبنا. فالافضل ان انت تشوي البتنجان، ده احسن حاجه. فانا معايا البتنجان خلاص شويناه، معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه يكون فيها نسبه دهن شويه 15% ولا حاجه عشان تدي طعم حلو للمسقعه. بصلايه مبشوره ناعم، معايا فصين من الثوم المفروم، معايا ملح وفلفل اسود، رشه جوز الطيب، ومعلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم، وده هيبقى اللحمه المعصجه اللي احنا هنحطها في المسقعه. البشاميل بقى تالي خلاص، انتوا عرفتوا الطريقه اللي انا معتمداها دايما وبحبها جدا في البشاميل، بس اقولها لكم طبعا، وخصوصا الناس اللي لسه جديده في المطبخ او اللي بقى لهم من الاول برنامج ما كانوش بيتابعوني، اعملوا البشاميل ده فظيع. معايا لتر من اللبن، يعني تقريبا 4 كوبايات كبار، اللي هم كوبايات الشوب كده الكبار دولت من اللبن الحليب. معايا معلقتين كبار من السمنه، 3 معالق كبار من الدقيق، مكعب مرق، رشه من جوز الطيب، ملح وفلفل طبعا، معلقه كبيره من الجبنه الكوبايات الكريمي، في جبنه كوبايات كده موجوده في السوبر ماركت بطعم الجبنه الشيدر، بطعم الجبنه الرومي، بتبقى حلوه جدا في البشاميل. وممكن نستبدلها باي جبنه مبشوره، مثلا جبنه شيدر مبشوره او جبنه رومي مبشوره او جبنه مثلثات، جبنه مربعات، يعني الجبنه نفسها مع البشاميل بتعمل طعم حلو قوي. معايا كمان جبنه موتزاريلا اللي احنا هنحطها على الوش بتاع الطاجن، وشويه بقدونس مفروم بقى اللي انا بحب ارشهم في الاخر دول، وبس خلاص. وصفه سهله جدا. عايزين ايه؟ نعصج اللحمه المفرومه الاول وبعدين نعمل البشاميل. فانا الطاسه عندي هنا سخنه، هقوم حاطه على طول اللحمه الاول، مش هحط زيت خالص ولا اي حاجه، احنا متفقين ان اللحمه فيها نسبه دهن، فما فيش داعي بقى ان احنا ايه نزود زيت. انا هحط على طول كده اللحمه كده، نعلي النار بقى، هي هنلاقي اللحمه نزلت دهونها كده مع نفسها من غير ما نضيف لها اي اضافات زيت او اي حاجه. وهحط البصل والثوم هنا كده جنبي، ورشه جوز الطيب، ومعجون صلصه الطماطم اهو، هتنزل بس كده الدهون بتاعتها، اقوم حاطه لها على طول ايه البصل. عقبال ما يحصل كده تعالوا ايه نعمل برضو البشاميل في نفس ذات الوقت. هنجيب السمنه، تعالي يا سمنه، هنحط السمنه هنا كده، ومعايا الدقيق. اول ما السمنه تسيح، معلقتين كبار كده من السمنه، هنقوم حاطين عليها تقريبا 3 معالق كبار من الدقيق، ويبقى كده في منظر كده معين، يعني خليط السمنه بالدقيق بيبقى ليه شكل، ما يبقاش الدقيق مكلكع كتل كده، لا بيبقى سايب. هوريهولكم دلوقتي عشان تبقي حتى وانت بتحطي الدقيق لو مش حاطه بمعلقه ولا حاجه، او كميه السمنه كثرت منك ما انتش عارفه انت حاطه قد ايه، معلقتين ولا 3 ولا ايه الحكايه. يبقى الدقيق وانت بتحطيه يبقى بالنظر كده تعرفي القوام المظبوط، يبقى ايه خلاص ما نزودش دقيق اكتر من كده. انا هقول لكم دلوقتي، بصوا السمنه اهي ساحت اهو، معايا الدقيق هحطه واقلب. انا هحتاج دقيق كمان، بصوا لسه ايه السمنه سايبه خالص. يا ريت يا استاذ احمد الكاميرا تبقى معانا على الحله. تمام، هحط معلقه دقيق كده كمان، لسه شويه كمان كده اهو،
مقدار الدقيق اللي كان محطوط لي للاسف ما كانش مظبوط. بصوا المنظر ده، ده اللي انا بتكلم فيه. لما تفضلي تضيفي دقيق على كميه السمنه اللي انت حطاها بالمنظر ده كده، خلاص مش هنزود دقيق اكتر من كده ابدا. معايا بقى اللبن، لبن بدرجه حراره الغرفه او من الثلاجه، ما يبقاش سخن اهو. لتر من اللبن الحليب، تمام. وهقلب بقى كده، عمره بقى ما عمره ابدا ما البشاميل هيكلكع معاكي ولا اي حاجه بالشكل ده. ونقلب اللحمه المفرومه. بصوا نزلت دهونها ازاي يا جماعه، واحنا مش حاطين لها زيت خالص ولا اي حاجه. بصوا كل الدهون بتاعتها منها فيها هتسوي كل حاجه، وده عشان نبقى ايه المسقعه خفيفه، ما تبقاش تقيله كده ونبقى واحنا واكلينها حاسين انها مدهنينه قوي. فلها ايه، لها نقلي البتنجان ولا هنحط زيت في اللحمه المفرومه، بنكتفي بس بالسمنه بتاعه البشاميل. عايزه احط بقى البصل، بصل مبشور على اللحمه. هنحط كمان ثوم، نقلب كده. واحط ملح وفلفل ورشه جوزه الطيب، واخر حاجه هقوم حاطه معجون صلصه الطماطم، وتبقى اللحمه المفرومه جاهزه معانا وميه ميه كده اهو. حط لها ملح وفلفل وفلفل ورشه جوزه الطيب، نقلب ده كده. تدخل بس كده اللحمه في التسويه شويه، نقوم حاطلها بعد كده معجون ايه صلصه الطماطم. نرجع للبشاميل، انا ما حطيتش اي حاجه غير دقيق وسمنه، وبعدين رحت حاطه اللبن، لتر من اللبن الحليب اهو كده اهو. هيبتدي اللبن يسخن، قبل ما يبتدي يسخن خالص هنحط معلقه كبيره من الجبنه الكوبايات اللي احنا اتفقنا عليها، تمام. ومعايا مكعب مرق ورشه جوزه الطيب وملح وفلفل. عايزه تضيفي بقى كمان شوربه هيبقى حلو قوي. ملح، فلفل اسود، ممكن تضيفي شوربه او حتى تضيفي ميه، مفيش مشكله ابدا. احنا حاطين مكعب مرق كده. اول ما البشاميل بس كده يبتدي يتقل معانا، هايل جدا. حسيت ان هو تقيل قوي، عايزه تخففيه شويه، يا تخففيه بلبن يا بشوربه يا بميه، مفيش مشكله. اخبارك ايه يا لحمه اهو، ريحه البصل والثوم بقى مع اللحمه ايه مجوع. فاضل بس نحط معجون صلصه الطماطم اهو، معلقتين كبار على اللحمه المفرومه. بس كده نقلب كويس. نسيبها كده دقيقتين مع نفسها. واخبارك ايه يا بشاميل؟ بشاميل اهو يبتدي يتقل لسه شويه. ونرص بقى ايه الصينيه عادي جدا. هنحط الاول بشاميل في الصينيه من تحت، وبعدين نرص رق باذنجان، ونحط لحمه مفرومه ورق باذنجان كمان، وبعدين البشاميل وجبنه من فوق، وتدخل الفرن بس، وتبقي خلصتي طاجن مسقعه بالبشاميل. يجنن ويدفي بقى في السقعه اللي احنا فيها دي، واكله كده محترمه ومعتبره وخطيره اهو. البشاميل يغلي بس واشوف سمكه، هل انا محتاجه اخففه شويه ولا لا. سمكه كويس، هشوف. الم اشيائي كده اهو، عايزه الم اشيائي بس دي
عشان نبتدي نرص على طول. ايه بشاميل الصينيه اللي انا هحط فيها، هدهنها كده دهنه زيت خفيفه عشان البشاميل اللي بس ايه ما يبقاش لازق فيها واحنا بنشيل منها. دايما اي حاجه تعملي فيها بشاميل حطي كده نقطه زيت ودهنيها في الصينيه، هتفرق قوي كده. بشاميل بشاميل غلي خلاص وسمكه هايل، ولا محتاج يتخفف ولا اي حاجه، هايل انا بحبه كده جدا اهو. هشيله بقى ايه من على النار، بيغلي كده تمام. واللحمه المفرومه اخبارك ايه؟ اهو خلاص تمام التمام ومية مية. هنحط البشاميل في الصينيه. بص يا استاذ احمد، عايزين نجيب سمك البشاميل لو سمحت اهو، هايل جدا تحفه. طيب انا هجيبها هنا كده ونحط الاول كبشه من البشاميل كده، ونقوم حاطين الباذنجان من فوق كده، هنرصه كده حالا يا استاذ احمد. حاضر، هنطلع فاصل حالا كده اهو، وهقوم حاطه اللحمه المفرومه فوق الباذنجان كده، نفردها. لحمه مفرومه فيها بصل وفيها ثوم، هتعمل طعم ايه يجنن كده اهو. مش هحط بقى كميه اللحمه كلها، باقي اللحمه اللي في الطاسه دوت بنشيله في علبه يا جماعه في الفريزر، وقت ما تحبي تعملي حاجه فيها لحمه مفرومه يبقى جاهز معاك. عايزه تحطيه بقى في بيتزا، عايزه تحطيه في اي حاجه هيبقى خطير. احط كمان كام كبشه كده من البشاميل، كبشتين مثلا ولا حاجه اهو، وهقوم رصه بتنجان تاني من فوق كده اهو. هذا الشكل الظريف بس، وكمان بشاميل وجبنه وعلى الفرن على طول. كده البشاميل وهمسح اطراف الصينيه لو في اي بشاميل فيها، علشان احنا بنقدم الصينيه دي واحنا بناكل ما بنغرفهاش في صينيه تانية، فلازم تبقى ايه منمقه كده وخطيره بس كده. فاضل بس ان انا احط الجبنه على الوش وادخلها فرن سخن درجه حراره 200 تقريبا نص ساعه، هتكون بس الجبنه ساحت والحاجات اتظبطت بالهنا والشفا اهو. جبنه مش كتير عشان يبان البتنجان يعني، برضو يبقى باين هي الصينيه دي ايه بالظبط وبس. بينا خلاص يا استاذ احمد، يلا بينا، قصدي فاصل بسرعه جدا، هدخل دي فرن اوام والم اشيائي علشان نرجع نبتدي على طول في كيك الموز. خليكم معانا. انا جيت، هنعمل دلوقتي كيك الموز تمام، هتلاقوا فراوله مع كيك الموز عشان بس نزين بيها كيك الموز بس. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. بصوا يا شباب، معايا موزتين كبار حلوين كده هنهرسهم، لو عندك بقى اللي هو الموز المركون يا عيني اللي ما حدش بياكله ده وبتاع قبل ما يبوظ بسرعه، اعملي له الكيكه الفظيعه التحفه دي. انا معايا موزتين ههرسهم معاكم دلوقتي، معايا 3/4 كوبايه سكر بودره.
ثلاث ارباع يعني ربع وربع وربع، ثلاثة ربع ثلاث ارباع. تمام، معايا نص كوباية من الزيت، زيت اي حاجة مفيش مشكلة، طبعا مش زيت زيتون، اقصد زيت ذرة او زيت عباد شمس، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة من الخل، معايا كوباية ونص من الدقيق ورشة ملح، ومعايا نص كوباية من الكاكاو. مقدار الدقيق والكاكاو كوبايتين، فكوباية ونص دقيق ونص كوباية كاكاو. لو الكاكاو اللي عندك أقل من كده، مثلا عايز تحطي ربع كوباية بس، يبقى إيه، كوباية وثلاث أرباع دقيق وربع كاكاو. تمام، المهم إن خليط الاتنين مع بعض يبقى كوبايتين. معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معايا ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي بنحطها في الطعمية، موجودة عند العطار وموجودة في أي سوبر ماركت جنب التوابل كده، خليها عندك في البيت علشان مهمة جدا في بعض الكيكات. تمام، معايا نص كوباية من المية، مية عادية، مية الحنفية العادية، شوية بقى عين جمل مجروش، أو لو مش عندك عين جمل عايزة تحطي أي مكسرات تانية هتبقى ظريفة جدا. معايا كمان شوكولاتة مجروشة خشن عشان نحطها برضو في عجين الكيك، بيعمل طعم حلو قوي، وفراولة عشان نزين بيها الكيك وبس خلاص. وأنا بطلب كمان من الشباب يا ريت تجيبولي صوص الشوكولاتة لو سمحتوا. عايزة بقى إيه، نهرس الموز كده اهو، كيكة سهلة جدا هتتعمل على طول، مش تاخد منك وقت، طعمها لذيذ فعلا يعني. بس كده نزيد بس الموز يبقى مهروس. بس كده الموز اتهرس وبقى تمام. هنطلع بولة ونحط الموز. هنحط الزيت كده، ومعايا المضرب، ممكن نستخدم على طول المضرب الكهربائي عشان يسهل علينا، بس ممكن تستخدمي المضرب اليدوي على فكرة مفيش مشكلة، بس لو عايزة تنجزي يبقى المضرب الكهربائي بسرعة. هحط السكر البودرة اللي احنا قلنا عليه، 3 ارباع كوباية سكر بودرة منخول، 3 ارباع يعني ربع وربع وربع، 3 ربع، اضيفهم مع الخليط واكمل ضرب. معايا الخل ومعايا الميه، هخليهم هنا كده، هنحط معلقه الخل على الميه، خليهم على جنب، والدقيق هنحط عليه الكاكاو، هنحط عليه البيكنج باودر والبيكنج صودا ورشه الملح، وكمان الفانيليا، كل ده كده على الدقيق. تمام، نديهم كده تقليبه، دقيق وكاكاو، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم، رشة ملح، معلقة صغيرة من الفانيليا كده. هبتدي أضيفهم على خليط الموز بالزيت اللي احنا حطيناه والسكر البودرة بالتدريج لغاية لما يختلطوا، وآخر حاجة هنحطها المية بمعلقة الخل اللي احنا محضرينها في الآخر خالص، وبعدين المكسرات، الشوكولاتة مجروشة. انا هعمل كل ده دلوقتي، خليكم بقى يعني اتفرجوا معانا بقى.
العفره بقى اللي حصلت دي، فانا هكمل ايه بالمضرب السلك كده. عايزه بس انا انجز فايه بس كده عشان العفره الفظيعه اللي حصلت. وبنحط الميه معاهم والخل ونعمل بقى ايه معجون الكيك الظريف ده، خليط الكيك يعني. تطلع طعمها ظريف مش قادره اقول لكم، حلوه حلوه قوي اهو كده اهو، ما فيهاش بيض خالص، مقاديرها ما فيهاش بيض نهائي. للناس كمان اللي عندها مشكله في اكل البيض، الكيك ده ما فيهوش بيض خالص، حلو قوي. ننزل بس ايه كل الخليط بتاع الكيك، واخر حاجه زي ما اتفقنا شويه عين جمل مجروش، شويه شوكولاته متكسره او مجروشه برضو، اي شوكولاته بقى تنفع، شوكولاته مطبخ او نوع معين من الشوكولاته انت بتحبيه، كله هيبقى زي الفل بس كده. ادي خليط الكيك. انا بقى معايا صينيه، اي صينيه عندك عايزه تحطيها فيها مفيش مشكله. خلي بالك بس من حاجه، ان خليط الكيك ده لما هتحطيه في الصينيه يبقى مغطي 3 ارباع الصينيه، فاضل ربع بس هو اللي ما فيهوش كيك، عشان لما تعلى تاخد مساحه الربع ده فالكيك هتطلع معاكي عاليه. لكن مش نحط الخليط دوت مثلا في قالب يبقى واخد الربع بس، فمهما عليت هتبقى واطيه كده ومهبطه، هتحسي انها هي مالها عامله كده ليه، مش عاليه ومنفوشه ليه. فضروري جدا مقاس الصينيه يكون مناسب لكميه الخليط، تمام. فانا مثلا انا عامله واحده طبعا محضراها جاهزه، حطاها في صينيه مدوره هوريها لكم دلوقتي. دلوقتي مثلا حطها في القالب ده، فاي قالب عندك تقدري تحطي فيه مفيش مشكله. بصوا حتى لسه سخنه اهي في القالب ده، في القالب ده، في قالب بايركس ينفع، في صينيه الانجليش كيك الطويله تنفع، كله ينفع. اهم حاجه بس عايزين ندهنها زيت، نص معلقه صغيره كده من الزيت، وايه نمسحها بمنديل قبل ما نحط خليط الكيك علشان نضمن ان الكيكه تبقى ايه، تبقى سالكه معانا كده بسهوله ما تلاقيهاش لزقت بس كده. نشيل بقى هنا كده ونحط خليط الكيك. الكيك ده هيدخل فرن سخن درجة حرارة 180، هياخد تقريبا 40 دقيقة، يعني 40 دقيقة 45 دقيقة في الرينج ده بس كده. خدتوا بالكم كمية خليط الكيك لازم تكون مناسبة للصينية، تكون مغطية تقريبا 3/4 ايه الخليط، 3/4 الصينية، عشان تطلع معاكي كده عالية ومنفوشة وحلوة بس كده. عايزين نفتح بقى الحلوة اللي احنا ايه محضرينها، زي ما قلنا ده فرن سخن درجة حرارة 180، 40 دقيقة 45 دقيقة في الرينج ده. تعالوا بقى نشوف الحلوة دي، نلم الكلام ده كده على جنب. عايزه اجيب سكينه بس كده ايه اوسع الحروف واتاكد كده انها ايه سالكه. انا بقى في الصينيه المدوره دي حاطه ورق زبده، ايوه بس كده. بس هي لسه ايه، لسه سخنه طالعه من الفرن حالا، جميله جدا. لازم نجيب طبق ناخدها كده نقلبها، وهقوم ايه مقشره من عليها ورق الزبده بس كده كده اهو بس. هتلاقوها تحفه، وبصوا عاليه ازاي، علشان هي كانت محطوطه في صينيه واخده 3/4 كميه الخليط،
خلي بالكوا كويس قوي من النقطه دي. انا هحطها هنا كده. جبتولي صوص الشوكولاته يا جماعه؟ اه اهو. والله يا جماعه انا بشكركم قوي والله. شكرا يا استاذ رأفت، استاذ عبد الله مهندس الصوت، عيد ميلاده النهارده، فاحنا كلنا بنقول له هابي بيرثدي يا استاذ عبد الله. عقبال مليون سنه كده ودايما تبقى خطير ومنور البرنامج. كده اهو. ما اعرفش اصلي استاذ عبد الله متجوز ولا لا، بس ايه مش متجوز لسه، ربنا معاه، كل سنه وانت طيب. ان شاء الله السنه الجايه تكون متجوز بقى، تبقى عريس بقى كده. هنحط صوص الشوكولاته عليها كده من فوق، هي طبعا بتتاكل كده على طول لوحدها عادي جدا، بس احنا ايه نحب ندلع الكيك ونعمل شويه حركات. كده اهو، بس كده. هي بقى من جوه فيها موز وفيها مكسرات يعني عظيمه، بس كده. ومعانا فراوله علشان ايه نخلي شكلها حلو كده من فوق، ما تبقاش سودا خالص كده اهو مثلا. بالهنا والشفا، ولا خدت وقت ولا مقاديرها كتير ولا فيها مشكله، وكمان مناسبه جدا للناس اللي هي مش بتقدر تاكل حاجه فيها بيض خالص. كده اهو، بحط الفراوله داير ما يدور كده. انتوا طبعا تعملوا اللي انتوا بقى عايزينه. كده اهو وهكذا اهو، بس نكتفي بهذا القدر من الكيك بس كده. شفتوا سهله ازاي؟ ما فيهاش ابدا اي حاجه وبسيطه خالص، مقاديرها بسيطه جدا. هحطها بقى هناك وهطلع فاصل الم الكلام ده كله وابص على المسقعه بالبشاميل عشان نرجع بقى نعمل مشروب حلو قوي يعني كلنا بنحبه جدا، الهوت شوكليت. الواحد كده يقعد في المساء كده الساعه 9:30 كده بعد ما العيال يناموا بالهوت شوكليت والمسلسل، حاجه خطيره. بسرعه جدا وهنرجع، خليكم معانا. انا جيت هنطلع المسقعه بالبشاميل حالا من الفرن قبل ما نبتدي المشروب الهوت شوكليت. هشيل حله كده من على النار ونروح نجيب الايه المسقعه، المسقعه اللذيذه كده. ايوه بس، يا سلام يا سلام يا سلام، تجوع اهو. اعمل بشاميل تستاهل بقكم، خطيره جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نعمل بقى ايه الهوت شوكليت، مشروب لذيذ كده، وحتى دلوقتي الولاد يعني خلاص اجازه، ايه تعملي لهم الهوت شوكليت كده وربنا يهديهم، بس مش بالليل بقى يعني. انت تشربيه بالليل ماشي، انت عشان عندك مسلسل لازم تشربي حاجه وانت راجعه المسلسل، لكن بلاش هم يشربوه بالليل علشان الشوكليت بقى بتخليهم يسهروا بقى ويهايبروا كده. لكن ممكن تبقى مثلا الساعه 7 6 كده. اقول لكم ايه المقادير. معايا لتر من اللبن، لبن الحليب لتر، لتر يعني 4 كوبايات كبار، 4 معالق كبار من الكاكاو المنخول. ما دام اللتر 4 كوبايات لبن كبار، يبقى انا ايه هحتاج على الاربعه دول، يعني احسبيها دايما كده هم 4 كوبايات، يبقى بالنسبه للاربع كوبايات دول ايه هحط 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، يعني تقريبا كل كوبايه لبن عليها معلقه كبيره من الكاكاو. تمام. معايا معلقتين كبار من النشا، اوكي، على اللتر معلقتين كبار من النشا، يعني تقريبا كل كوبايه من الاربعه نص معلقه من النشا، عشان لو حبيتي تقللي. انا بقول لك ليه، لانك لو عايزه تعملي كميه اكبر من كده 2 لتر مثلا، او تعملي مثلا كوبايه على قدك، فتبقي عارفه تقريبا الموضوع ماشي ازاي. لكل كوبايه نص معلقه كبيره من النشا، معلقتين كبار من الكاكاو الخام. تمام.
ومعايا 3 معالق كبار من السكر البودره. لاربع كوبايات اللبن انا حطيت 3 معالق كبار، ليه؟ لاني لسه هحط كمان شوكولاته، فيبقى شوكولاته فيها سكر فهيبقى حلو قوي. انت بقى عايزه تخليه مسكر اكتر من كده، يبقى مثلا معلقه كبيره سكر لكل كوبايه من الاربعه اللي هو اللتر يعني، برده براحتك حسب ايه ذوقك الشخصي. تمام، معلقه صغيره من الفانيليا، معايا 300 جرام من الشوكولاته اللي هي شوكولاته يعني فاخره بقى، ما الشوكولاته اللي هي في السوبر ماركت الحلوه، نوع مثلا حلو بتحبيه. 300 جرام ده هو بيبقى مكتوب على الورقه من ورا، مثلا 200 جرام 300 جرام 900 جرام، يعني حسب الشوكولاته مكتوب عليها قد ايه كميه، قد ايه الجرام بتاعها. بتجيبيها وتحطيها، بتعمل طعم بقى في المشروب فظيع، يعني الكاكاو لوحده مش كفايه، الشوكولاته بتعمل طعم يجنن، زي اللي بنشرب الهوت شوكليت كده في اي كافيه ولا في اي مكان، بتبقى طعمها لذيذ بسبب الشوكولاته ونوع الشوكولاته. وشويه شوكولاته مجروشه، ده علشان بس نزين بيها الكوبايه كده من فوق لو تحبي، مش عايزه خلاص يبقى كده كفايه قوي زي الفل. بس خلاص، انا معايا هنا اللبن، ما دام هنحط نشا وكاكاو يبقى حاجات كلها الاول على البارد قبل ما نحطها على النار. تمام، فانا هحط كل المكونات على الحليب، لبن الحليب، قبل ما ارفعها على النار عشان اضمن ان النشا ايه اتقلب كويس، هو بالذات اكتر حاجه. هنجيب هنا كده جنبي شوكه، هنحط الاول الفانيليا وهحط الكاكاو. بصوا انا هقلب كله على بعضه على البارد، هخلي اخر حاجه النشا عشان ما يبقاش رائد تحت كده، النشا يبقى مغلق، يعني ايه اكون قلبت كل الحاجات واركز مع النشا وانا حطاها، فاهمين قصدي؟ فانا حطيت الفانيليا والكاكاو، هحط السكر، واخر حاجه هضيفها هو النشا. مش هكتر النشا اكتر من 3 معالق كبار، لان هو المفروض مشروب، يعني احنا مش عايزين نعمل مثلا مهلبيه ولا حاجه، فاهميني؟ فاحنا عايزين المشروب يبقى تقيل سنه، مش سايب قوي ولا ماسك قوي كده. بتخلطي كل الكلام ده كده مع بعضه وبنرفعه على النار لغايه ما يتقل بس كده. انا كده اطمنت ان النشا داب، اهم حاجه، وحله بقى كده على النار اهو. ارفعها كده، ومعايا المضرب اليدوي، افضل اقلب كده لغايه لما ايه يسخن ويغلي، ويبقى فاضل معايا بس الشوكولاته اهي، 300 جرام من الشوكولاته اللي نوعها حلو كده، بتحبي تاكليها طعمها كده لذيذ او حاجه، علشان نضيفها عليهم برضو. بس انا مستنيه بس اللبن يسخن سنه واقوم حاطه الشوكولاته على طول. احنا ممكن نعمل حركه تسرع لنا الحكايه، ايه هي بقى؟ بصوا انا هجيب بوله كده بتدخل المايكرويف، واخد الشوكولاته الحلوه اللي هم رصينها لي في الطبق الظريف ده، لان الجو هنا ساقعه. ياسمين اللي رصت لي الشوكولاته، حبيبتي ياسمين، خطيره يا ياسمين والله. بقى لها ساعه بترص فيها، صح. انا حطيتها في البوله اللي بتدخل المايكرويف، هدخلها 30 ثانيه يعني تكون ايه ساحت شويه، لما احطها تدوب مع المشروب بسرعه، ما تبقاش لسه جامده وافضل مستنيه كتير لغايه ما تسيح. فادخلها المايكرويف، ثلاثين ثانية فقط، ونرجع هنا بقية المكونات. نقلب بس، نقلب كده، نعلي النار. وصفة سهلة قوي، تقدري تعمليها بأي كمية بقى انت تحبيها، عندك ضيوف بقى كتير عايزة تعملي، تمام، انت مع نفسك كده تعملي لنفسك كوباية، يا ريت. تعملي لأي حد براحتك كده. وانا سمعت صوت المايكرويف، لسه هسيبها 30 ثانية كمان بس. ايه الاخبار؟ بتسخن اهي، عايزه احضر الكوبايات هنا كده جنبي
نجيب القرمة دي. كوبايات الظريفة دي برضو. عشان يبقوا جاهزين. وتعالي يا شوكولاتة. بس كده. احنا كده حطيناها في جو دافي. خليها لما تنزل على طول في الخليط ايه؟ تدوب قوام يعني ما تبقاش رخمة. بس دول 300 جرام على ايه؟ لتر اللبن. تلاقوها ساحت معايا وهتبقى ايه حلوة جدا. عايزاه بس كده ايه يسخن يغلي عشان اطمن ان المشروب بقى جاهز. لو عندنا كريم شانتيه، عندك كريم شانتيه ولا حاجة عايزة تحطيه على الوش من فوق هيبقى برضو حلو قوي مع الهوت شوكلت. بس كده بتسيح اهي. اول ما تغلي انا هطمن ان الشوكولاته كمان ساحت وكله بقى تمام. بس بتتقل ايه يعني مش تقيله قوي بس بتتقل يعني مفعول النشا باين فيها مش سايله قوي. وريحتها بقى يا جماعه مش قادره اقول لكم بقى ريحه الشوكولاته والكاكاو والفانيليا كمان كلهم حلوين قوي. انا بقلب علشان ايه اطمن ان كل حبات الشوكولاته ساحت. كده 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 بس خلاص تشيل الكلام ده. ومعايا بقى ايه ميجر بقى اللي هو الشفشق ده عشان ببوظ كده. بس يا رب بيقع مني برضه مفيش فايده فيا. استنوا بقى نحطه هنا كده. ادي الهوت شوكليت. بصوا سمكها عامل ازاي مش خفيفه قوي ولا تقيله قوي كده. تمام. اتمنى ان انا ما اوقعش يعني انا حطاها هنا في الميجر ده علشان ما اوقعش. بس انا عارفه ان انا هوقع برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش فايده انا عارفه. بس كده معلش بقى اللي وقع ده يا جماعه الميجر هو اللي بيسرب مش انا مش انا. الميجر ده مخروم يا جماعه. كده اهو. بس مش معقوله يعني جايبين لي ميجر مخروم لكن انا فل شبع منور. بس كده يا سلام. معنا شوكولاته بقى. عندنا شوكولاته مجروشه. ما احنا هنحطه هناك بقى فهننضف ده. الكوبايات ما فيهاش حاجه. يا استاذ احمد ما فيهاش حاجه. اهي الشوكولاته المجروشه بقى كده ايه على الوش كده. شوكولاته مبشوره او مجروشه اي حاجه عشان تخلي بس ايه الهوت شوكليت كده شكلها ايه ظريف فعلا. انا هنضفها اهو. اه والله يا جماعه هتصدقوا مسربه فعلا. خلاص اهو. بيتريقوا عليا عشان بوقع. ماشي ماشي هنحطهم بقى هنا كده اهو. ان شاء الله تجربوا الحاجات الخطيره دي وتعجبكم باذن الله. وبس خلاص خلصنا الحلقه. بس انا ما حطيتش بقدونس فوق بلاش اتهور احط رشه بقدونس خفيفه فوق المسقعه بلاش. خلاص يا جماعه ماشي معلش يا بقدونس. خلصنا الحلقه. عملنا ايه في الحلقه؟ عملنا اول وصفه طاجن مسقعه بالبشاميل لذيذ جدا وسخن كده والبشاميل اللي فيه مع البتنجان واللحمه المفرومه يجنن. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والوصفه الثانيه عملنا كيك الموز
كيكه سهله جدا، هي ما احنا ما حطيناش عليها من فوق شرايح موز، لكن هي خليط الكيك بنفسه جوه في موز بدل البيض، الكيك معمول من غير بيض. حلوه جدا وسهله، وزيناها بفراوله وصوص شوكولاته عشان يبقى اكلنا موز وكلنا فراوله. والوصفه الاخيره عملنا هوت شوكليت، جميل جدا، مشروب لذيذ قوي في الشتاء، يعني خطير، تعمليه في البيت، مكونات سهله، تشربيه بالهنا والشفا انت وحبايبك كلهم يا رب. انا بشكركم جدا يا جماعه ان انتوا بتتفرجوا عليا، بجد ببقى مبسوطه قوي من كل الكومنتات وكل رد فعل الحلقات اللي انا بشوفه. يا رب دايما افضل عاجبكم كده وتتفرجوا عليا، واستنوني كل يوم على قناه النهار الساعه 2. باي باي.